عدد اللي سعيدة جدا باستقبال فنان عازف إيقاع. الحقيقة هو صاحب مشروع موسيقي الفلاقة واحد واثنين، أما بخلاف المشروع الموسيقي متاعه الفلاقة هو زادا يخدم في مشاريع موسيقية أخرى. فرحانة برشا باستقبال نصر الدين شبلي. أهلا وسهلا بك نصر الدين. مرحبا عيشك، مرسي على الاستضافة. الحمد لله. مرحبا بك نصر الدين الشبلي والفنان محمد العايدي. أهلا وسهلا بك. مرحبا عيشك. لاباس؟ الحمد لله. مرحبا بكم. اليوم نحكيو موسيقى، خاصة نحكيو على الموسيقى الشعبية، الموسيقى الإيقاعية اللي هي جزء كبير من الذاكرة الوطنية التونسية. كي نقولوا المشروع الموسيقي الفلاقة هو أكثر عنوانه فقط يعني عنده برشا دلالات، يحكي على الفلاقة اللي هما اللي حاربوا وقاوموا الاستعمار، ولكن زاد الفلاقة عندها معاني رمزية فنية بالنسبة ليك نصر الدين. أكيد هو الفلاقة هي يعني الاسم معروف اللي هو الفلاقة، الناس اللي ناضلت تيلة فترة الاستعمار، والفلاقة في الفن هي الناس اللي تقاوم وتحفر في الجذور في الأصالة في التراث، وتحب تحافظ على شيء ذاك وتطوره وتسوقوا بطريقة يعني محترمة. كي نقولوا فلاقة نقولوا زيادة مشروع موسيقي فيه الإيقاع وعنده خصوصية وعنده جمهوره ويعني فيه غوشيخش زيادة، مش مجموعة قاعدة تعزف، ما هو مشروع موسيقي سبقوا بحث في الموسيقى في الجهات متاع تونس، يعتمد أساسا على توثيق الذاكرة الموسيقية الشعبية. نحدد بالضبط أكيد ما ثمش مشروع وقت اللي نسميه مشروع فني، ما ينجمش يكون فما مشروع فني ما غير بحث وما غير رسالة وما غير أهداف. بطبيعة الحال نحن أول معرضنا فلاقة في جي ام سي 2016، وكنا عرضناه يوم عيد الجمهورية في نفس العام ذاك في كارتاج، وبعد عملنا الحمامات وعملنا جولة باهية. يعني البروجي قبل 2016 قعدنا عامين ولا ثلاث سنين في البحث في الريشيرش، معناها في الأنماط الشعبية في الإيقاعات الشعبية بصفة اختصاصي الإيقاعات. دونك فما برشا حاجات لقيناها اللي هي ماشيه وتندثر، ما نقولش اندثرت الكل لكن ماشيه نحو الاندثار، لازم توثيقها. المعلميه الكبار اللي كانت موجوده في تونس اشترهم غادرونا ورحلوا الله يرحمهم وينعمهم، واللي قعدوا توا محافظين على 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 الصنعه نقولوا نحن في مختلف الانماط. راه عندنا برشا انماط موسيقى شعبيه في تونس، راي تونس معبيه ياسر، فما ثراء كبير، ثراء كبير برشا. دونك ونوعيه التوثيق هذا سامحني نصر الدين ماهوش موجود، يعني يلزم يوثق معناتها يقال. التوثيق هو برشا نوع نتاع توثيق، فما كتب، فما تصوير، فما نحن النقطة اللي خدمنا عليها هي الصوت والصورة. اش معناها؟ معناها كي تمشي انت الناس باش تبحث في شيرة معينة ولا في بلاصة معينة ولا في مكان معين عن موروث الجهة هذيك ولا البلاصة هذيك، اول حاجة نمشيو نشوفوا الصناعية المعلمية في الدومين نتاعهم، وين تمشي تشوفهم، مش تمشي تقابلهم في قهوة، تمشي لهم للعرس نتاعهم للمحفل نتاعهم، تمشي تشوف الناس كيفاش تخدم، تصور الناس كيفاش تخدم في الحالة الطبيعية نتاعها، معناها كيفاش هما. خاطر فرق ما بين واحد تمشي له تسأله تقول له مثلا بربي وريني ذيك ولا كيفاش تعمل ذيك، وفرق ما بين تحضر على الناس كيفاش تخدم ومن بعد تعرف عليهم ومن بعد تلقائيتهم تخليهم يخدمهم بطريقة العادية نتاعهم، باش ما يبداوش يركزوا على إجاباتك، هما يخدموا على رواحهم. نحكيوا على توثيق للتراث اللامادي في الذاكرة الشعبية، ونعرفوا مدى ثراء البلد نتاعنا على خاطر من الشمال إلى الجنوب ما نشتركوش برشا في الموسيقى نتاعنا مختلفة، فما الركروكي والصالح أنا اللي نعرفه شوية يعني، وفما جهة أخرى في تونس أنها تهتم بتوثيق التراث اللامادي والموسيقى هذه، مركز النجمة الزهرة اللي قاعدين يوثقوا الأعمال هذه مهمة. وانت باختصاصك نصر الدين شنو الصعوبات اللي تلقاها في نوعية البحوث الموسيقية هذه؟ والله صعوبات برشا، صعوبات هي صعوبات في باش تاخذ المعلومه ولا باش تقابل ناس، فما ناس مثلا ما تحبش تقابل ما تحبش تحكي، علاش؟ على خاطر هما بطبيعتهم
اونتر بارونتيز يحسوا رواحهم يعني روتيري شويه من المشهد الثقافي، فهمت معناها؟ فما ناس تخدم كان محلي، معناها تخدم كان عريسهم وتخدم كان جهاتهم. دونك هما كي يشوفوا الناس اللي تخدم مهرجانات ولا الناس اللي عم سلط عليها الاضواء اكثر، دونك هما يقول لك نحن ما دامنا مش موجودين في المشهد العام يعني سورتو الاعلامي ولا المهرجانات الكبرى، دونك ما ثمش علاش انا باش نعطي معلومه ولا باش نفيد اي انسان. أي. دونك فما اول حاجه بالنسبه لي انا فما مسؤوليه في توصيل صوت الناس هذوما ساعه، والمسؤوليه الثانيه هي في كيفاش باش تخدم ومن غير ما 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 معناها ما يحسوش الناس هذوما اللي انت يعني ماكش منهم، لازم يحسوك منهم ودافع بامان ودافع بيان سور ودافع عليهم بكل حب، معناها فهمت؟ دونك هذيك الحاجه اللي تخليك توصل. الصعوبات اللي في النقطه اللي باش دخلت لها اللي نحن باش تنفذ المشروع بطبيعه الحال، النقطه اللي باش دخلت لها هي فيها برشا صعوبات وبرشا عراقيل. علاش؟ على خاطر الابداع والاختلاف والرشيرش هذيا توا في يمكن في العشرين سنة اللي تعديت ما عاش فما ناس، ولات ناس تخاف من الإبداع، ولات ناس تخاف البرودكسيون ما عاش موجودة، فهمت؟ نمشي نقدم معك شوية آخر ناصر الدين، ترى أنه نوعية الفن هذايا اللي هو الفن الشعبي اللي هو ذاكرتنا مظلوم في أنه يعطيوها قيمته، كيما أنا كي يجيني سي عماد عمارة ويقول لي الفرقة العريقة، فرقة اللي كان اسمها الفرقة القومية للفنون الشعبية اللي عندها برشا نجاحات وسمعة كبيرة أكيد. في العالم، أنها هي ما هيش قاعدة تاخذ في حظها أكيد. حتى على مستوى الإعلامي مش قاعدين يستضيفوا فيهم عناصر الفرقة لين نقصت ولين فما حاجة مهمة برشا، كانت فما إرادة سياسية وقت اللي تأسست الفرقة فرقة القومية للفنون الشعبية اللي هي تو اسمها الفرقة الوطنية للفنون الشعبية، تأسست عام 62 بأمر رئاسي من الحبيب بورقيبة الله يرحمه. الله يرحمه. على أول ما انطلقت الفرقة في الخدمة راهو دارت العالم، والجوائز اللي خذاوها والشيء اللي عملوه راهو حاجة كبيرة ياسر. عبر الوقت معناها عبر الزمن مشيت وتنقص، مشيت وتيح. علاش؟ باش نقول لك علاش. على خاطر كثر الانتساب الفوضوي نتاع في الفن بصفه عامه، في المشهد، في المشهد الثقافي والموسيقي بصفه عامه، فهمت؟ دونك الانتساب الفوضوي ذا اللي صار خلى برشا ناس تخدم في بلاصه ناس اخرين، معناها الناس اللي يلزمها تخدم واللي هي اولويه قصوى. إيش معناها أولوية قصوى؟ كي نقولوا نحن فنون شعبية راهو في أي بلاد في العالم. أنا درت العالم ونعرف، من آسيا، من الهند، من الصين، أمريكا، الأوروبا هذيك بطبيعة الحال راي الناس تحب تتفرج عليك في هويتك، مش تحب الناس راي الفنون الشعبية متاعهم هذيك مقدسة، هذيك تصويرتها، هذيك المراية متاعها بالنسبة للعالم. كي تمشي أنت للهند ولا تمشي لأي بلاصة أخرى تحترم ثقافتها وهويتها، ما تراش ناس تعمل تعزف في موسيقى غير موسيقتهم، راه حتى تلقى فرق اخرين، تلقى فرق اخرين، تلقى انماط اخرين، وتلقى موسيقى اخرين، لكن الموسيقى الاولى والمعلميه نتاعهم الكبار والحفلات الكبرى ديما تلقى فيهم الفنون نتاع تراثهم نتاع اصالتهم ومشاريع جديده، وتلقى دي جينيراسيون جدد. في ارمينيا تلقى طباله 50 طبال عمرهم 6-7 سنين، شا يعمل كيف؟ دونك الناس قاعده تبني وتعرف اش معناها هويه، وتعرف تقول لك غدوه باش نخلي لي جينيراسيون تعرف موسيقى بلادها، وتعرف شنو هي الانسترومون هذيك، وتعرف هذيك منين جات، وهذيك اصلها منين، وهذيك اصلها منين. دونك تعرفوا على الالات بطبيعه الحال، معناها دونك ما يكبرش هو الصغير، ما يكبرش فاقد للهويه، فاقد ما يعرفش الانسترومون هذاك تونسي ولا مش تونسي، ما يعرفش اللهجه هذيك نتاعو ولا مش نتاعو، ما يعرفش اللبس هذيك نتاعو ولا مش نتاعو. دونك هذه بطبيعه الحال هذه الازمه نتاع نعتبرها ازمه الحقيقه، اذا كان ما نصلحوش الاجيال، خلينا نبداو باجيالنا ما نحكيوش لبرا، مازلنا ما خرجناش، انه توا جينيراسيون لازم تعرف الذاكره الشعبيه الموسيقيه، تعرف شنو عندنا في الموسيقى الشعبيه نتاعنا، هو موجود ولكن يشوفوها فرح وايقاع، لكن هي راهي رمز وهي هويه وهي رساله وهي ناس زاده خدمه. نحب زاده انت قلت لي الجهات اللي بتمشي توثق لهم
اليوم يزم يحس بالامان ويحس روحه عنده قيمته ونعطيه ما تنثمنوه من الناس هذوكم باش انت تنجم تسجل معاه ونجم يلقى روحه مرتاح ونجم يغني ونجم يقول الشعر خاطر فن كامل. هذا انت مختص اكثر مني. هل في تونس احنا عندنا الارضيه اللي تنجم تستوعب الفن هذا وتقدره ونجم نقولوا ما عندناش مهرجان مختص في الفن الشعبي؟ عندنا شويه مهرجانات لكن مش بالجوده المطلوبه معناها. يعني كي تلقى مثلا مهرجان دوز مثلا للشعر الشعبي في فروسية تقليديه وفي شعر وفي موسيقى وفي رق شعبيه، لكن شويه شهر التراث مثلا ما تلقاش فيه تراث. فهمت؟ اسمه شهر التراث وكهو، اما تراث ما ثماش. نحن داير من اللي عملنا بروجي فلاقة 2016 توا حتى مرة ما خموا فينا باش يعيطونا في شهر تراث. نرجع لك الفلاقة، أنت قدمت البروجي معناتها للمهرجانات، من المفروض راهو موجود عرض فلاقة في المهرجانات الصيفية. أنا الحقيقة كل عام نقدم، أما العوام الأخرانية وليت ما عادش نحب. على خاطر يرفضوا الطلب على خاطر على خاطر وليت سامحوني في الكلمة، وليت تركيكة برشا كي واحد يبدا فنان كونفيرمي ويتعب ويخدم والناس كل تعرف. طبعا احنا بلادنا صغيرة والناس كل تتفرج وتعرف وتشوف معناها وتعرف خدمتك. انا نجم نقول لك هذاك باهي ولا خايب، معناها الناس كل تعرف بعضها، وتجي من بعد انت صب دوسي واعمل وحط وقد واعمل في الاخر ميم باي يجاوبك يقول لك علاش رفضتك مثلا. فهمت؟ حتى باش يخسر عليك ميل يقول لك والله رفضتك خاطر لا تتوفر فيك الشروط التالية. فهمت؟ دونك وبعد تشوف تلقى الاجانب ترتاح في تونس تخدم وتخلص بالديفيز ويخلصوها هي قبل الفنان التونسي ويقدروها هي قبل الفنان التونسي، ونحن نوصلوا بالعامين ما نخلصوش في مهرجان عادي. انا جبت معايا توا على ذكر المهرجانات، جبت معايا قضيه مقدمينها بجمعيه مهرجان طبرقه الدولي اللي هي من 2018 من 2000 سامحني من 2019 يعني مستحقات ماليه مستحقاتنا ما خلصناش فيهم. هذايا هاو نجموا يشوفوه الناس، هذايا حكم تنفيذي حكم مدني، هذايا شهاده في عدم يعني الاستلاف. هو الفنان من المفروض يحكي على الفن وعلى الابداع والامور نتاع الاخلاص والحاجات هذيك تجيب تبيعتها نقولوا نحن. والاشكال طواوين، الاشكال اللي نحن عندنا حكم تنفيذي وبعثنا عاد المنفذ لمقر الجمعيه ما لقى حد شيء، لا فما لا جمعيه لا مقر جمعيه لا حد شيء. دونك انا نداء من المنبر هذايا السلطه، سلطه الاشراف نتاع تكوين الجمعيات اللي هي تنجم تكون الوزاره الاولى ولا وزاره الداخليه ولا كيفاش، معناها تعطي تاشيره الجمعيه ومن بعد الجمعيه ذيك تقلب الناس ما تخلصهمش وبعد مش موجوده، ومن بعد ايش تعمل؟ تجيب جمعيه اخرى. معناها عملوا الجلسة في الولاية نتاع جندوبة مع سيد الوالي والمندوب، يا يجيبوا جمعية أخرى تخدم هي الفستيفال، والجمعية الأخرى اللي تحلت ما تحلتش هي اللي يعني قلبت الناس وما خلصتهمش. معناها عادي، معناها انت قلت لي اختفيت معناتها كي ما عادش موجودة الجمعية. لكن فما قانون اللي انت تعاقدت معاها بيان سور، لكن فما قانون نتاع جمعيات موجود في الرائد الرسمي، معناها فما قانون في معناها حتى كي الجمعية ما عادش موجودة عندها التزامات عملتها عندها دائرة محاسبات وعندها دائرة محاسبات كل عام تعمل تقرير اش عملت اش صرفت اش خلصت اش قدت. فهمت؟ كان مش نمشيو في المنظومة في المنطلق متاع انا نعمل جمعية وناخو فلوس ونقلب العبيد والفلوس هذيك فهمتني الدراوين تمشي بعد نجيب الناس نلتزم معاهم نخلصهمش، كان مش نقعدوا في المنطقة هذي مش تحل باب كبير. نعملوا جمعية او كشكليا جمعية نقلبوا بها العبيد ناخذوا بها الفلوس ومن بعد تمشي اشكي تلقى ما تلقى حتى شيء، لا تلقى مقر جمعيه لا تلقى جمعيه لا تلقى كونت بونكير ما تلقى حتى شيء. هذا مؤسف. نعرف انه احنا ما عندناش صناعه فنيه موسيقيه في تونس، ما عندناش دي برودكسيون كبار، اما عندنا حركه موسيقيه ناس قاعده تخدم في دي بروجي، فاقل حاجه انه يخلصوا في حاجه تعاقدوا عليها وتفهموا عليها. نحن زاد كلفنا النقابه الوطنيه للفنون والمهن في تونس على راسها سيد وليد الزواغي، كلفناهم زاد بالتتبع معناها الملف هذا بتاعنا باش كل واحد ياخذ حقه ان شاء الله ربي يعطيكم. خاطر تو نرجعوا للفن، راهو الفنان
بالطريقه هذه راه ما ينجمش يواصل. هذا ياثر قلت لك على الابداع نتاعو ويولي هما قداش حشتهم راه حشتهم باللي نحن مع لا 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 نعرف نصر الدين ما تمشيش في الثنيه هذه نعرف ثنيتك واضحه الفلاقه اللي هو مشروع موسيقي استانس بيه الجمهور التونسي واستانسوا بيك حتى تو حضورك في مشاريع موسيقية أخرى يقول لك نصر الدين الشبلي الفلاقة معناتها الاسم اقترن بك ضيفنا قاعد ساكت برشا آه. معنا الفنان الكبير الكبير محمد العايدي مرة ما تجربته ما شاء الله محمد العايدي مرحبا مرحبا بيك بيك عايشك اختصاص في اللون الشعبي أي قداش عندك تخدم مع نصر الدين والله كانت لي تجربة في مشروع فلاقة دونك اللي لمنا فكرة ومشروع أكثر منه اختصاص ولا لون موسيقي معين دونك الفكرة بديت من إيمان ووعي تام لكونه الموسيقى اللي هي باش تمثلنا عند الغير والأجنبي وغيره وهي الموسيقى الشعبية نتاعنا موروثنا موروث أجدادنا قلت قبيلي أنت لجان نتاعنا كي يسمع فزاني ولا شابي ولا يقوم يشطح من غير ما يعرف هذاك موجود في لجان نتاعو موجود في الاصاله نتاعو دونك يلزمنا حركة لاحظني حتى في المسارح الكبيره أي. مهرجان قرطاج كي يسمع شويه ايقاع تغير من غير ما يشعر يولي يتفاعل هذا هو وهذا يبرهن اللي كونه الموسيقى تخرج من الاصاله تجي من جدودنا من موروث اجدادنا يلزمنا نخدمه قل لك من الاخر الموسيقى الشعبيه نتاعنا فوالا موسيقى شعبيه في حياتنا في افراحنا شوف الافراح نتاعنا ما تحلى القاعده كان الموسيقى الشعبيه خنسمعوكم شويه نصر الدين الشبلي مشروع فلاقه انت موجود في الغنائيه فلاق الفلاقه هذه غناء المجموعه يلا نسمعوا مروان على موجات الاذاعه الوطنيه نعيشوا الايقاع ايقاع الفلاقه
فلق يا فلاقة، هذا عنوان المغسول سمعناه بإمضاء كلمات وألحان نصر الدين الشبلي اللي قاعد يسلم على الفانز على الجمهور نتاعو. نصر الدين يعطيك الصحة. حي في صاحبي محمد الغربي. محمد الغربي، محمد اوكي عرفت، سلم عليهم. محمد العادي توا معايا. أيه. مش محمد الغربي، محمد العادي. وين نزيد نسلم على محمد الغربي؟ نسلموا على المستمعين الكل. الناس اللي تتبع في نصر الدين الشبلي، في بالك عندك برشا متابعين، برشا ناس. الحمد لله الحمد لله. اهم حاجه، اهم مكسب هما حتى كيبداو شويه وصحاح خير من برشا بهذوكم نعرفش، انت تفهم اكثر مني. الحمد لله. حكم التجربه، فلق يا فلاقه من مستوحى، يعني الموسيقى دي ماهيش تراث. لا لا، هذه كلمات كلماتك والحانك. به نحب نسمع محمد العايدي. انا مرحبا. في لون بدوي معناتها. اي مادام نحكيو سينو نصر الدين تغشى لي باش تنوش تغني لنا. داكوردو. يا العيشة عجدي الريم، يا العيشة عجدي الريم، يا العيشة عجدي الريم، يا العيشة حالف حالف حتى يحد الغيم. يعطيك الصحة محمد العايدي. قداش عمرك ساعة؟ عمري 43 سنة. 43 سنة تبارك الله. معناها أنت ولد الفحص. أييه. نوعية الأغاني ذي موجودة في الجهة الفحص. عايتوا لك إيجا غنينا إيجا غنينا إيجا غنينا. نصر الدين توا النوعية هذه نتاع الأغنية شنو نسميها؟ هي اسمها جدي الريم. بدوي البدوي. بدوي. بدوي. في مختلف. اللي تغنى على الذكرى يتسمى بدوي. هذه ترافقوا الذكرى. واللي تغنى على المزود يتسمى حضري. هي ترافقوا الذكرى. هي ترافقوا الذكرى. في الجهات الجمهوريه تختلف معناتها من. تختلف بطبيعه الحال، معناها هي الذكرى تتفرق، معناها الجنوب نوع، الشمال الغربي نوع، والوسط الشرقي والغربي نوع اخر. عندنا اسامي صناعيه كبار يغنيوا هكا. في الجهات الجمهوريه يسير عنا المعلم الكبير لا يرحمه اسماعيل حطاب، عنا برشا، عندنا وعندنا دي جون. اي فوالا رشيد الناجي من برشا معلميه، مازال عندنا برشا اصوات معلميه كبار قاعده توثق نصر الدين. اكيد اكيد اكيد. لكن شوف راهو انا ساعات والله نتمنى نقول كان جيت انا معناها ابار كل شيء، فهمت؟ كان جيت لبس عليا برشا. لا لا مش سلطة ما تعنينيش ياسر. كان جيت لبس عليا برشا وحدي كيك، عندي مشاريع وعندي الدنيا وآلاف المليارات، نلم الناس الكل بالحق، نلم الناس الكل في كل ما كل واحد نعمله مشروع، وكل واحد يخرج في تصويرة اللي يشوفها العالم، فهمت؟ اللي يشوفها كيما تصويرة اللي يستحقها، في تصويرة خاطر فما اللي يتفرجوا فيها الناس. توا الفرق ما بين قبل وتوا راهو فما التليفونات وفما اليوتيوب وفما العالم الكل ولا في تليفون توا. بالضبط. دونك كيفاش انت تتفرج في حاجة كبيرة، في ضوء كبير، في سين كبيرة، في فنانين كبار، انت علاش ما تعملش هكاك؟ مشكلة امكانيات، ماهوش مشكلة امكانيات. علاش ما تحطش الضوء على الكفاءات هذيا، على الناس هذيا؟ علاش قلت لك على خاطر انت باش تسوق تصوير إرادة تونس؟ هي اراده. علاش قلت لك انا كان جيت عندي فلوس نعملها وحدي، لكن انا ما عنديش. دونك شي يلزم فما اراده، والاراده ذي اللي نحن نحكيو عليها
في وسط الانتصاب الفوضى اللي كنا نحكيها عليه قبيلة صعيب شوية، ظروف معناها مش ظروف غير ملائمة، فهمت؟ دونك انت تلقى روحك عرفتك لي ضد الطيار معناها بطريقة او باخرى، معناها انا وصلت ريت كي نهبط بوست ولا كي نحكي ولا كي نعبر على رأيي في موضوع ما، يمكن 80-90% اللي يتقلقوا، وانا نعرفهم شكون اللي يتقلقوا، اللي يتقلقوا خاطر الناس المرتزقه اللي متمعشين من الشيء اللي من الوسط هذا اللي قاعدين نشوفوا فيه. تحس عندك قلق نصر الدين؟ بيان سور عندي قلق، فما ما لازم عندي قلق عليه. علاش؟ على خاطر عندي حق انا زادة كفنان تونسي وكمواطن تونسي، انا عندي الحق في البلاد هذه، معناها مش معناها مش مزيه، معناها مش مزيه، معناها فهمت؟ عندي حق انا في عندك مشروعك، عندي حق بيسوي. اي وانت فنان تونسي وتحب تقدم مشروعك للناس اللي تحب، وما نحبش نهرب زاد كيما برشا نقول هاي يزي خلينا نقطع نمشي ندبر طرف فلوس في اي بلاد كانت، فهمت؟ لا لا، حاب نخدم في بلادي انا، شنو مشكل؟ ما عيب معناها، لكن يلزم فما ظروف، يلزم فما رجال، يلزم فما وقفه صحيحه، يلزم فما ناس تقول كلمه الحق وما تخافش، يلزم الناس وقت اللي تشوف العوج تقول راه فما عوج لهنا. وين الظلم الكبير اللي تعيش فيه؟ عرض فلاقة ماهوش قاعد يدور في المهرجان الصيفيه ولا عرض فلاقة مش خاطر عرضي انا الحقيقه احقاق الحق، نحن خذينا دعم من وزاره الثقافه قبل ودرنا شويه في مهرجانات، وجات فرصه باهيه برشا 2016 باش طلعنا على كارتاج والحمامات وغيره، لكن حتى الناس اللي تجي في فتره معينه قصيره باش تخدم ما يخليوهاش تخدم، فما ناس ما تخليش العباد هذوكم تخدم على خاطر الناس هذوما كما قلت لك متمعشين، فهمت؟ دونك كان جيت الدنيا معناها مش خاطر عرضي انا، فلقى راهو دار العالم، فلقى راهو يمثل في تونس في العالم، في العالم اجمع، مش خاطر بعرضي انا، على خاطر فيه معلميه كبار، فيه سويح مبارك، في عاشور الطياري، في حمل بيجي، فيه جلال شواشي، لسامي ذوما راهو الاسم الاسم الفرد فيهم هما مسجل من عام 60 كاسيتات تونس كل. تو معنا نيس العياري، نيس العياري اقوى موزع في الشعبي في تونس، من افريقيا كاسيت عملها هو مع من التسعينات الراجل يخت، ما ثماش اغنيه شعبيه ما سجلهاش هو ولا ما وزعهاش هو، معناها نحن علاش الناس هذوما جات معانا؟ علاش تقدموا الدوسيي نصر الدين تحط فيه التفاصيل هذه الكل؟ اكيد اكيد وما يتقبلش. وعلاش الناس هذوما، سامحني جست ملاحظه صغيره، علاش الناس هذوما جات معايا انا مش مع غيري؟ على خاطر انا نعطي لهم قدر كبير ياسر، انا الفن بالنسبه لي انا بنادري ولا زكار، بنادري ولا زكار ما عنديش قلق، كيما كيف وكيف كيف كيف عازف اخر، خاطر هما الكل في الكل، الكلهم في قلب بعضهم راهم الات موسيقيه والكلهم فنانين والكلهم موسيقيين، مش معناها هذا خاطر يعزف زكرة معناها مهمش ولا مخبول، واحد يعزف فيولو معناها فهمت، كلهم تعبوا نفس التعب وكلهم ضحى وكلهم تعلموا الاله نتاعهم، ويمكن ياسر الاخر حامل لهويه وحامل لثقافه خير من الاخر اللي هو فعلا ما عنده حتى شيء. مش معك في نقطه انه احنا ماناش نفصلوا ما بين الالات الموسيقيه والا مسكرين على نوع ولا نمط موسيقي والشعب يمشي وحده، تو نحكيوا على موسيقات مفتوحه في بعضها، نحكيوا على مشاريع موسيقيه تتغذى من بعضها، تو ينجم من الموسيقى الشعبيه تكون حاضره حتى في اوركستر سيمفوني، معناتها تو ما عادش ليميت، معاش تقسيم فنان، معناتها الفنان في المطلق فقط يجمعكم فما درابو اللي هو تونس، الهويه التونسيه، بالعكس كي نقولوا الموسيقى الشعبيه اكثر تونس، نحن نحكيوا على الات غربيه مرحبا بها، نغذيوا بها، نطعموا بها انتاجاتنا الموسيقيه، ولكن ديما الموسيقى الشعبيه عندها بلاصتها. عندك متعلق؟ لا قلت لك اما الحوار مفتوح لو تنجم تأييدا لكلامك يا اخي. لا تراكش عملوا لا تراك يا اخي، آلة الكمانجا والبيانو والناي يا اخي، ما آلات هذوما غرب، فما الغربيه فما المشرقيه وفما المشرقيين، فما ماهمش معناها بيرمون اتراك، لكن الوتريات نتاعهم والخدمه نتاعهم معناها الهويه في وسط العزف مش في الاله. الان انا نجم نخدم لك بساكسفون، ما عندي حتى قلق، الكتيبه ليدونتيتي ليدونتيتي الحروف يكونوا نتاعك، مش الشيء اللي تستعمله، نجم ندربك لك نعمل لك سعداوي بحجر انا، وتعرفوا اللي هو سعداوي، مش معني فهمت وين الاهميه نتاع اي انا ديما نقولها، تي هما مسلسلاتهم تركيا ديما يجيك في وسط المسلسل ويحط لك متى باست ولا يحط لك تصويره ولا يحط لك الدرابو نتاعهم، ديما الهويه رقم واحد بالنسبه للانتاجات نتاعهم، واحنا ماذا بينا تكون تسويقنا لموسيقتنا رافعه لعلمنا وهويتنا. محمد كيما بلادنا عندها حق علينا،
كيما احنا زاد عندنا حق على بلادنا. دونك انا من المنبر هذايا نحب نوجه نداء، نداء هو مهم برشا، اللي كونهم في البلاد هذه في 2024 معناش قانون فنان. قانون فنان هو اللي يحمي الفنان، هو اللي ينظم القطاع، ينظم ويحميه من المتطفلين. دونك هذايا ابسط طلب ظهر لي. ما هذا زاد يضربوا عليه النقابات، يدافعوا عليه النقابات الموسيقيه. هو راه فما، هو فما حسب اللي سمعت فما مشروع أنكو. مشروع قانون، مشروع قانون. مشروع قانون. اما مازال وحاجه اخرى مهمه برشا بربي في النقطه صغيره، مشروع القانون هذا الناس اللي بتخدم فيه يا اخي علاش ما تهبطش نحبوا نقراوها نحن نشوفوا شنو هي التفاصيل وشنو هي الحاجات اللي تساعدنا وما تساعدناش بيه مثلا، فهمت؟ كاي انا في بالي يحطوا على الباج نتاع وزاره الشؤون الثقافيه تفاصيل ولا مقترحات. هما معناها مقترحات هبطت، هي ماهوش مش حاجه اوفيسيال، فهمت؟ ان شاء الله ان شاء الله، خاطر الوضعيه مش نحكي على روحي، نحكي انا على يعني على اللي تمتهن في الموسيقى كمهنه، اللي تعيش منها الموسيقى من المهنه. دونك يلزم السيد هذاك اللي يعيش من الموسيقى يلزم زاد يضمن مستقبله ويضمن حياته ويضمن يكون كي يخرج يقول راني موسيقي ولا راني فنان، ما يحسش روحه محقور معناه في الشارع. يبدا عنده قانون يحميه، عنده ستاتيو سوسيال، فهمت؟ خاطر نحن العقليه نتاعنا مالوريزمون ربيونا للفن ليه وما تعملش، وكان تبع الفن بيشرسلك في الشارع وبيشرسلك رائع وصايع وذوك، وقت اللي في بلدان اخرى راهو الفنانين راهو حاجه كبيره برشا. معناها احنا نحبوا الفنانين حاجه كبيره برشا، ودورنا احنا من المنبر هذا اللي تحكيوا فيه انه نسمعوا موسيقتكم ونسمعوا فنكم ونثمنوه زادة، باش نسمعوا حاجه اخرى فلاقه. نسمعوا البارود ولا يما نسمعوا جديرين؟ جديرين ممكن يغني فيها محمد، تحب تسمعها موقع يعني؟ ما يسالش اي مرة نسمع.
محلي الإيقاع ومحليها النغمة التونسية الشعبية. احنا عندنا النغمة التونسية في المالوفة، معنا نغمة تونسية في الموسيقى الشعبية. حبيت جس نذكر 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 أذكر الذكر بذي فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. جدي الريم غنية متوراث ريفيزيتي توزعها وليد النموشي، نحب نقمجها له تحية كبيرة برشا، صديقنا وصاحبنا. وشنو آخر؟ والأداء تابعك شكري خويا، نحب نوجه له تحيه كبيره. عائله موسيقيه انتم؟ اي الحقيقه تربيت في الجو هذايا، الوالده تزن هكا تغني بدوي، دونك قعد في المخيم كانوا ساعات قاعده اي قاعده فنيه عائليه. ميقصة كان نصر الدين والجروب نصر بس نمشي كيكا نصدم ديما نصدم فما عرس فرح حاجة ديما تقالي الأولين. قناس قناس كيفاش تعرفتوا على بعض؟ هو ما يعرفنيش يغني بدوي، هو اكتشفني في البدوي في الأغنية هذه في 2015. دونك الفكرة مطروحة، الفكرة مطروحة، دونك وقتها صارت الاكتشاف اللي كونه يعرفني في ألوان أخرى وغني، دونك خليك موجود. فهمتني؟ على بركة الله بدينا خدمنا الحقيقة، فما فكر في الحكاية الكل. تغني أنماط أخرى محمد؟ نغني أنماط مثلا أخرى. شنو المدارس الموسيقية اللي تغني لها؟ والله تربيت على المدرسة الكلاسيكية الترابية. غني وديع. هاي. وديع كلثوم عبد الوهاب. ما لحضر لي روحكم باش نسمع في النوعية هذه، خليني نكمل مع الفلاقة ونكمل مع صاحب مشروع الفلاقة اللي الحقيقة ما خلاش يقف مشروع فلاقة مع على مشاريع أخرى، شاركت في المحفل للفاضل الجزيري عملوه كان عرض الافتتاح على ركح المسرح الأثري بقرطاج، مؤخرا كنت مع نجلة التونسية في عرض الزردة. تنشط تبارك الله، وعندك زادة في اختتام مهرجان الحمامات باش تكون مع الفنان كريم سليبي. كريم سليبي في الاختتام مشروع تخيل. اي نصر الدين، انت تعرض يعني الخدمه نتاعك تتواصل والا هو ما يكلموك يشوفوا خدمتك؟ فما اللي يكلموني وفما اللي صحابي، معناها تقعدوا تشوفوا. معناها انا من نحب نخدم في خدمه اول حاجه نبدا انا نحبها ولا شيخ عليها، فهمت؟ ومع الناس اللي انا نحبهم زيدا، دونك فما ناس نحترمهم برشا نقدرهم برشا نحبهم برشا. به نحكي ولا عرض المحفل؟ اي شبيه شبيه. شنو اللي ما مشيش فيه عرض المحفل وشنو اللي باهي فيه؟ هو عرض افتتاح كما مختلف العروض الكل، قمنا بالواجب نتاعنا نحن في العرض هذاك، وقدمنا قدمنا يعني الخدمه اللي طلبوها منا نفذناها. كوتي موسيقى للامور تبقينا والله سمعت اللي برشا نقدوا للمجموعه الصوتيه، قالوا برشا كثره سيرسين وهكا وانت شنو ترى؟ الحقيقه انا ما نعطيش راي في حاجه مش ما تخصنيش الحقيقه، خاطر السينوغرافي هذيا والاضاءه والتلبيس نتاع الناس، فهمت؟ نجم نتدخل فيهم شويه في رايك كخدمتي انا، فهمت؟ لكن سي الفاضل الجزيري انت شخصيا على التعريف معناها مش هو 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 معناها نتصور عنده فكرة عنده رؤيته يقصد حاجة بالتصوير هذيك، ما نتصورش اللي يعملها اعتباطية الحكاية، فهمت؟ نجلة التونسية في مشروع الزردة مشى بالضبط المشروع يعني كيف ما كان الكونسيبت؟ أكيد تعاملت معاه، عندك المشروع من أجوز كذا. هو عرض نجلة في الزردة عرض مولود جديد، معناها نحن عملنا هذا العرض الثاني. إيه نحن عملنا لافون بريمير في المسرح 18 مايو في المسرح البلدي تو معناها، وبعد هذيك عملنا بنزرت. راو صعيبه ياسر، راو معناها باش تعمل لافون بريمير 18 مايو بعد تاخذ بنزرت الدولي وتاخذ في فضاء مفتوح ويتعدى العرض معناها ناجح وجماهيريا وناجح فنيا وموسيقيا، رايي مش بالساهل. شكون قال لك ناجح؟ انا قلت لي هو ناجح بالنسبه لي. اي راي لا راي الناس ما تبعتوش راي الناس نجم تقول لا، حتى معناها الاراء اللي خرجت قالت استحسنوه العرض، معناها ما الحاجه اللي انا عجبتني في نجله به. اول حاجه الثنيه اللي ماشيه فيها هو فن استعراضي، لا قالت راني ام كلثوم راني نغني، ولا قالت راني في عبده في شتيح، معناها الفن الاستعراض مبني على شنو؟ مبني على صوره
ورقصة على غناية وعلى رقصة وعلى تمثيل. سي عماد عمارة وهي عندها شوية تجارب في التمثيل في الرقص في الغناء في دونك كي لمينا التجارب هذوكم الكل حبت هي تخرج منهم عرض به. حاجة أخرى اللي أنا نجم نحييها المرة ذيك عليها اللي هي شنية اللي نجلة تونسية فما نسمة عرش اللي عندها 8 أغنيات إنتاج خاص في الشعبي. معناها أنت فنان يكون في مصر سكسي ينجم كي يجي لتونس يمشي يعمل غنية شرقية يمشي يعمل غنية نص واحدة. شو معناها كانت في مصر سكسي؟ سامحني هي عاشت سكسي في مصر سامحني تحب ولا تكره في فترة من الفترات معناها ما نعرفش هذا كل واحد كيفاش يراه في فترة من الفترات نجلة تعرفت. حيت نحكيو على الزردة علاش انا نحكي معك انت نصر الدين على خاطر انت اختصاصك الموسيقى الشعبية وانت خدمت معاها العرض موسيقيا نحكيو موسيقيا على مستوى الرقص هذاك فما ناس مختصين في الرقص ويعرفوا اسكو نجلة معناتها مشيت في الرقصة صحيحة ولا تتعلم تتعلم هي مازال تتعلم احنا مانيش في مانيش نحاكموا الناس وكل عرض الناس الكل تتعلم الناس الكل تتطور وتتحسن فوالا من عرض العرض يمكن يشد روحه الفلاقة واحد مش كيما الفلاقة اثنين الفلاقة من الاول مش كيما في الوسط كل حاجة قابلة للتحسين خاصة العروض المباشرة تستوعب ماهوش عمل فني مسكر هو يعني. أنا علاش قلت لك اللي يعجبني الايدنتيتي مش مشروع فيه ايدنتيتي راه وقت اللي تخدم على الفن الشعبي كلمة الزردة تخدم على الكلمة الشعبية بيصير الزردة زردة احنا حياتنا كلنا نعرف معناها مهم هذا الزردة وال 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 والقصبة والذكرى والطبالة والبندير كل والتبن. العناصر دونك هذوما اللي تحكي على حاجة شعبية بيصير فيهم ايدنتيتي معناها تنجم انت انت مع ناصر الدين ما تحكيش على ايدنتيتي تلقى انت برشا فنانين تلقى برشا فنانين مع كل احتراماتنا ليهم الكلهم معلمية لكن كي تجي تشوف ريبرتوار ما تلقى حتى اغنية تونسية والا تلقى اغنية وترية تونسية. كلمتين على عرض الزردة كلمتين عرض قاعد يتطور واضح. احنا وصلنا لخاتمة لقانا معاكم كان نزيدوا شوية خلينا نزيدوا تقبلوا انا هاني بحذيك بحالك كيما تحب برا نزيدوا شوية برشا بالاستضافة على خاطر ممكن عندنا نقاط اخرين باش نزيدوا نحكيوا عليها وهذه حقك وفرصتك كيما عندك حق في المشهد الموسيقي عندك حق في الاعلام زيادة تحكي وتعطينا النقاط حتى الاعلام موضوع كبير ياسر هذاك يلزم حصة وحده قلت لك زيد ميساج نسمعوكم احنا هذا هو فضائنا ولقانا المباشر فنون باش نسمعوا مرة أخرى أغنية أخرى من الفلاقة البارود مرة هذه.